انت دلوقتي ما بقتش صغير، انت شاب، وشباب دلوقتي غير شباب زمان، وعيوكم زاد وتقدروا تفهموا معنى المسؤولية. طبعا يا بابا. في ايه؟ هتعرف كل حاجة. في حاجات هقولها لك وهطلب منك انك تتحمل المسؤولية. قلت ايه يا محمود؟ انا حياتي كلها فداك يا بابا، حضرتك تأمرني وانا هنفذ بدون تردد. ما هو ده اللي بيعذبني وبيزيد ألمي وهمي. أرجوك يا بابا تقول لي إيه اللي شغلك للدرجة دي ومخليك قلقان وحزين بالشكل ده؟ أنا هعترف لك بكل اللي جوايا. هقول لك على الورطة اللي وقعت فيها. بس ليا شرط واحد. إنك تسامحني يا ابني. إيه اللي حصل؟ أي إنسان في العالم يتمنى يكون أحسن واحد، وما يقبلش يكون في حد أحسن منه غير ولاده. مفيش أتعس من قلب الأب لما يحس لحظة إنه مش قادر يمد إيديه علشان يشيل ولاده ويرفعهم لفوق لفوق قوي. طبعا أنت عارف عيلة أبوك، عيلتي، عيلة أبو العيلة، جدك الكبير، كلهم ناس غناي ومرتاحين إلا أنا. أنا أفقر واحد فيهم، بس عمري ما احتجت لهم. دايما أنا اللي كنت أسأل عليهم وهم عمرهم ما سألوا عليا. عشان كده بابا أنا بكرههم، ما بحبهمش. من يوم حضرتك ما خدتني عندهم وأنا لسه صغير لقيتهم بيكلموا كده زي ما كانوا بيكلموا واحد شغال عنده. مكسوف تقولها؟ انما انت ايه اللي شغلك بيهم؟ ايه اللي حصل تاني؟ انا هقولك، بس سيبني افضفضلك باللي جوايا علشان ارتاح. انا يا ابني ظروفي ما ساعدتنيش علشان اكمل تعليمي. ما همنيش اني اكون مجرد موظف صغير بيكافح لوحده وغرقان في تراب الوظيفة الميري. كان كل همي وأملي إني أعلمك، أحقق لك اللي اتحرمت منه، أوصلك للي ما وصلتلوش، الشهادة العالية اللي ترفعك لفوق ولا تنزلكش لتحت، اللي ما تخليكش في يوم تنحني ولا تبص للأرض. ليل نهار يا ابني وانا بحلم اشوفك وانت معاك المؤهل العالي، الشهادة الكبيرة اللي حطها برواز مدهب وعلقها في الشغل ووريها للمدير وللناس والجيران وقرايبي الكبار. ان شاء الله هيحصل يا بابا. انا مطمن، واثق فيك وحاسس انك هتحقق لي الامل. ومطمن بس مش دي المشكلة يا ابني. امال ايه يا بابا؟ اختك نوال اللي نسيتها وما قدرتش اكمل تعليمها، مش هقدر اجهزها. ليه يا بابا؟ المهر مش موجود. مش موجود؟ مش عبد الحميد دفع المهر لحضرتك وحضرتك خدته منه؟ ايوه، بس دلوقتي ما بقاش موجود. ضاع منك؟ راح في المصاريف، اتصرف. معيشة دلوقتي غير معيشة زمان، وجنيه دلوقتي غير جنيه زمان. البيت زي الفرن فاتح بقه، وكل ما تديله يحتاج اكتر، ولازم تديله عشان البيت يفضل مفتوح. اتزنقت مرة ملقتش قدامي غير فلوس اختك المهر، مديت ايدي وقلت اخد قرشين وابقى اردهم، واتزنقت تاني وتالت
والسكينة سرقاني. كان كل همي إن أوفي طلبات البيت وطلباتك وطلبات أختك اللي بيحتاج لها زي أي عروسة. وفجأة جيت أبص ما لقيتش غير مبلغ بسيط. غصب عني يا ابني، أعمل إيه؟ أجيب منين؟ طول عمري شريف وعندي كرامة، لا عمري مديت إيدي ولا بصيت للحرام. أختك نوال عايزة تتجوز ومحتاجة مصاريف والبيت، وإنت وإحنا. أنا كنت محتار، ما كنتش عارف أكلمك إزاي. الأيام بتمر يا ابني وأنا بحاول أقاوم. أنا كل أمل يا ابني إني ما أحطكش في اللي أنا اتحطيت فيه، الوظيفة المحدودة، التراب الميري اللي بتقتل الطموح وتضيع الكفاءات اللي جوه الإنسان. أنا هشتغل يا بابا وأسيب الجامعة. لا لا يا محمود، اوعى تسيبها، اوعى تسيبها. ده أنا أبيع نفسي ولا إنك تسيب الكلية؟ دي الجامعة يا محمود، الجامعة اللي كان نفسي أدخلها ودخلتك أنت بدالي. خلاص يا بابا أشتغل وأحاول انتساب. برضو لا، اوعى تقول كده أبدا. أنا مش عايزك تكرهني يا ابني، مش عايزك تكرهني. مين عارف، جاهز أموت من غير ما أسيب لكم حاجة، بس مش عايز أموت وأنتوا بتكرهوني يا بابا. ايوه يا ام محمود، انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ ناويين تسهروا للصبح ولا ايه؟ ما انا عارفاكم لما تقعدوا مع بعض الكلام بيحلو والوقت بيسرقكم. الله، مالكوا في ايه؟ الحكايه اسماعيل، محمود. مفيش حاجه يا ماما، ده انا وبابا بس كنا مندردش شويه. يظهر الكلام خدنا والوقت كان هيسرقنا على رايك. اصل محمود رخاي، قعد ياخد ويدي ويجريني في الكلام. يلا بينا يا سيده علشان محمود ينام. وانا كمان ورايا شغل. تصبح على خير يا محمود. وانت من اهل الخير يا بابا. يلا يا ستي، بس على الله ما تسهرينيش انت كمان وتقعدي ترغي طول الليل. الحكايه يا اسماعيل، حصل ايه؟ ما قلت لك كنا بندردش يا سيدي. وانا مش عارفاك، انت كنت بتعيط يا اسماعيل؟ اعيط ايه بس يا سيده، ما انت عارفه ان عينيا بقت بتدمع من اقل حاجه. مش الدكتور قال انها حساسيه؟ بتخبي عليا يا اسماعيل، انت لسه برضو شايل الهم. ما قلت لك هتتدبر يا اسماعيل، ربنا ما بينساش حد. أنا معايا قرشين وداخلة جمعية والمهر معاك، يبقى ليش الهم بالشكل ده؟ ده بدل ما نفرح لأن بنتنا هتتجوز. أقولك إيه يا سيدة؟ قول. تصبحي على خير. Thank you.
ازيك عزة؟ كويسة. أنا آسف. آسف على إيه؟ أصلا الحقيقة كنت سخيفة معاك شوية، لكن معلش يا محمود، أنا الحقيقة كنت عصبية ولما رجعت نفسي لقيتني كنت قللت الذوق قوي. متزعلش مني يا محمود، أصلي لما ببقى تايهة ما بلاقيش حد يفهمني، لا في البيت ولا في الجامعة، بحس بالغربة، ما بلاقيش نفسي. وأنا عز أنت؟ ده أنت الإنسان الوحيد اللي مش ممكن أبدا أحس بالغربة طول ما أنا معايا. ده أنت الأمل يا محمود، بس خايفة. خايفة من إيه يا عز؟ خايفة للظروف تفرقنا. ما تقوليش كده يا عزة، مفيش ظروف ممكن تفرق بين اتنين من غير ما يكون إرادتهم هم عايزين كده. ما تخافيش يا عزة، مفيش أي حاجة هتفرق بيننا وبين بعض. محمود خليك جنبي على طول، أنا مش عايز أحس بالغربة والخوف. أنا جنبك أهو، ما تخافيش يا عزة. تعرف أنا امبارح بالليل كنت حاسة إني مخنوقة قوي، كنت عايزة أتكلم وأنت تسمعني، بس إزاي؟ ده أنا حتى ما قدرتش أشاور لك، أصل شفت باباك كان قاعد معاك، كنت سهرانين بتتكلموا، هو بيتكلم وأنت بتسمع له. أنا كمان محتاج اللي يسمعني، عندي كلام كتير يا عزة نفسي أقوله. اتكلم يا محمود، أنا هسمع لك. بعدين عزة، بعدين هقول لك كل اللي عندي. يلا بس دلوقتي عشان نحل المحاضرة. تصدق يا ماما، عليا الخياطة غلت سعرها هي كمان. غلت السعر؟ اشمعنى؟ عندها ضغط شغل كتير قوي والكل بيروح لها. لا حول الله يا رب، هو محدش يقول اخفض الاجر ابدا، كله بيرفع كده هو من غير تفاهم. هنعمل ايه بس يا ماما؟ انت مش ليكي بنات اصحابك بيفصلوا؟ ايوه يا ماما، بس مش زي علي. ده زمن اهدى بس يا ربي، ايامكم دي يا بنتي ايام عجيبه صحيح، ايام جنون الاسعار. على ايامنا ما كانش فيه الحاجات دي، لا كنا بنعرف الموضه ولا بنشوف تقاليع. معقوله يا ماما مش هفصل هدومي على الموضه؟ لا يا بنتي مش معقول طبعا، ما احنا خلاص بقينا تحت رحمتها. هي مين دي يا ماما؟ الموضه، على راي ابوكي اللي عايز ياكل عقل الناس يشتغل في الموضه. الموضه اللي ما بترحمش ظروف الناس. مين؟ أنا مريكة مسيو كرم. يا فتاح يعني. أيوة مدام مريكة. لو سمحت افتح الباب. خير؟ خير مسيو كرم، افتح لو سمحت. وبعدين مدام مريكا. صباح الخير مسيو كرم. صباح الخير مسيو مريكا. انا مسيو مريكا. البلد بتاع انت خفيف كتير مسيو كرم. البلد بتاع انت يعني بلدنا؟ لا البلد دمي خفيف يعني. الله يخليك، اصل احنا عيال 100 فل و14، نقوم الصبح من النوم على الميديتيرينيان نسين نتكلم انجليزي واحنا نايمين. انت ظريف كتير مسيو كرم. ألف شكر وربنا يخليك خير. أنت ليه بقيت بينسى؟ بينسى؟ أنسى يا مدام مريكا، واحنا لمؤاخذة في بينا مواعيد؟ النهاردة الخد. النهاردة الخد؟ طب واشمعنى؟ إخنا عاوز ينفد يا حبيبي. إيه المناسبة يعني؟ إخنا بينفد يوم الخد. يا سلام، أنتوا بتنفضوا من الخد؟
وعشان انتوا بتنفضوا من الخد تقوموا تقلقوا منامنا على الصبح يا خالتي. صبح الساعه 12 مسيو كارم. الله انا مال انا ست مليكه 12 ولا 2 حتى. شوفي بقى انا راجل بسهر طول الليل عشان انام طول النهار، ما نفضتوش الاوضه بتاعتي بالليل ليه وانا بره؟ لا مش ينفع مسيو كارم. طب عشان خاطر انا بقى خليه ينفع المره دي بس، اصل انا نفسي انام لاني النهارده تعبان قوي. تعبان؟ لا حبيبي سلامتك سلامتك مسيو كارم سلامتك، خليك مستريح استريح مسيو كارم. ان شاء الله عقبالك يا عزة. كل ما يحصل فرح ولا اي بنت في الحتة تتخطب اقعد افكر فيك واتمنى انك تبقي زيهم. نفسي اشوفك عروسة يا عزة. الشهادة الاول يا ماما المؤهل. وماله العريس والشهادة مرة واحدة ده يبقى يوم المنى يا بنتي. ياه تبقي اجمل عروسه في الحته وساعتها محدش يعرف يكلمه. بنتي لابسه طرحه الفرح وقاعده جنب عرسها وساعتها قلبي يرتاح. ماما وبعدين بقى انت كده هتعطلينا عن المذاكره. مكسوفه اهو كل البنات كده لما يسمعوا سيره العريس والجواز يبتسفوا ولما يقعدوا لوحدهم يقعدوا يحلموا ويتمنوا بس من غير ما حد يشوفهم. دوشتك امبارح يا محمود. ما تقولش كده يا بابا. بالعكس ده انا بحس بنفسي لما بحس بثقتك فيا. انا طول عمري واثق فيك يا ابني.
ربنا يخليك ليا يا بابا. المهم هتعمل ايه؟ تلاقيك قعدت تفكر طول الليل وما جالكش نوم. ما انا عارفه يظهر الوراثه حتى في التفكير. هي ماما عرفت؟ لا، ما حبيتش اصدمها. والدتك فرحانه هي اختك. معقول والدتك فرحانة وعايشة بالأمل بالشكل ده أقول لها إن مهر بنتها ضاع راح في المصاريف؟ أنا فكرت في حل يا بابا، مفيش غيره. خير يا ابني؟ إني أشتغل وأنا بدرس. لا، قلت لك شيل الفكرة دي من دماغك. تشتغل وأنت طالب وعندك كلية وتتبهدل وأنا موجود؟ لا، ده أنا لو مش عارف. يعني الحق عليا ان انا قلت لك يا بابا؟ فهمني، انا مش هشتغل في شغلانه تبهدلني زي ما انت فاكر. وانا هروح اشتغل مثلا عتال ولا اشيل طوب وزلط؟ انا هكلم شريف صاحبي، يكلم والده يشوف لي شغلانه عندهم في المكتب، وساعتها هقدر اقسم وقتي بين الدراسه وبين الشغل. قلت لك لا، انت مجنون تروح لصاحبك وتقول له شغلني عند ابوك؟ يا بابا شريف ده صاحبي، ولو مهما كان لازم راسك تفضل مرفوعه زيك زيه بالظبط. مفيش حاجه اسمها غني وفقير، انتوا طلبه والغني هو المجتهد وبس. انا مش عايزك توطي راسك لحد اي حد. امشي في طريقك يا ابني زي ما انت ماشي، ما تشغلش نفسك بحاجه ابدا غير دراستك علشان تحقق املنا فيك. اطمن يا محمود، انا هتصرف يا ابني، أنا هعمل استبدال معاش. أنا كنت حريص على إن المعاش يكون كامل ينفعكم، لكن لازم أواجه الموقف. ومن عارف لسه الوقت ما فاتش، لسه فين على ما عبد الحميد يلاقي الشقة، وإن شاء الله ربنا هيسترها معانا ومش هيفضحنا أبدا. ما تشغلش نفسك بحاجة أبدا يا ابني، هتذاكر هنا ولا مع صاحبك؟ لا بابا، انا هذاكر مع شريف، بس احنا تعودنا نذاكر مع بعض. ربنا يقويكوا يا ابني وينجح لكم المقاصد. ما تعطلش نفسك يا محمد. محمود، ما تخلينيش اندم على اني صرحتك باللي جواها يا ابني. انت راجل وعارف كلامي ده معناته ايه. ايه يا محمود، اتاخرت ليه؟ ده انا مستنيك من بدري. تشرب ايه؟ مش عاوز اشرب حاجة. ايه يا محمود؟ مالك؟ في ايه؟ متضايق شوية يا شريف. وانا كمان في نفس الحالة. ماليش نفس اذاكر الليلة دي. ولا انا. غريبة، أول مرة تحصل وتقول إنك مش عاوز اذاكر يا محمود. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك طبعا لكل حاجة، بس انا ماليش مزاج حتى اتكلم. طب هقوم اجيب حاجه نشربها. الو. ايوه، انا تحت امرك. لا طبعا ممكن اجي لك دلوقتي. انا بس قلت الاول يعني اتصل بيك اشوف يمكن تكون مش موجود ولا مشغول ولا حاجه. يا راجل قلت لك شيل التكليف ده، ده انت تشرف في اي وقت البيت بيتك. محمود عنده اهو. لا والله قاعدين كده يعني ملناش مزاج شويه، مش عارفين نذاكر. بقول لك ايه، انت فاضي؟ طب عال ما تيجي تقعد معانا شويه. مسافه السكه؟ طب ماشي يا كرم، في انتظارك. طب مع السلامه. والله يا ابن حلال كرم ده انه اتكلم اهو يجي يفرفشنا شويه، بدل ما فيش مذاكره الليله دي ساعه لقلبك بقى بدل ما نطق نموت. لكن ما قلتليش يا شريف،
انت ايه اللي مضايقك انت كمان؟ حياتي يا محمود، العيشة اللي انا عايشها دي من غير اب ولا ام مع انهم عايشين. طب خلفوني ليه؟ انا مش عاوز منهم لا هدايا ولا فلوس ولا اي حاجة، انا عاوزهم هم، عاوزهم يرجعوا لبعض. انا حاسس ان انا يتيم يا محمود. غريب، انت عندك كل حاجة بس ناقصك الحنان، وانا عندي الحنان بس ناقصني حاجات كتير. ازاي خارج مسيو كرم؟ انت لسه تعبان. لا ما انا بقيت كويس دلوقتي. اي خدمه يا مدام؟ انت رايح الشغل؟ الشغل؟ طبعا رايح، بس الاول ورايا مشوار مهم هعمله. انت رايح عند الماما بتاعي انت؟ امي. طبعا انت مش بيخبوا كتير؟ طبعا، ده انا حتى بقى لي مده طويله والله ما زرتها، ضروري هروح لها الليله. لو سمحت، احنا كنا قدمتوا طلب علشان غيرتوا اعداد النور، ولازم انت تشوف واخد صاحبك عشان عملتوا واخد واسطه مش ياخرته. انت طبعا عندك اصحاب كتير، ناس محترمين زي مسيو كرم. طبعا انا اصحابي كلهم الناس محترمين جدا. حاضر، انا هشوف لك الطلب ده تحت امرك. ميرسي مسيو كرم، احنا دايما نتابك معانا، كل مره احنا طلبتوا خجات وانت يتب. لا ابدا، مفيش تعب ولا حاجه، ده انا تحت امرك. سلام عليكم. ما سلامه. سلمت على الماما بتاعي انت وقولوا ان لازم يجي يزوره. تزوريها فين؟ لا بلاش. ليه مسيو كرم؟ يعني اصله مشوار بعيد، اصل انا ماما ساكنه في مصر الجديده، في مصر الجديده، فهيبقى مشوار عليكي تعب يعني. على العموم انا هبلغها ان حضرتك بتسلم عليها. باي باي يا مدام. مع السلامه. الو، مين؟ مسيو كرم. مسيو كرم خربت من واخد دقيقه. هاي 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 بخاطر خاطر. ايوه خاطر، مع السلامه. بقول يا جماعه، ما هتيجوا ننزل شويه؟ ايه ننزل نروح فين؟ ننزل نروح اي حته يا اخي، نروح نشم شويه هوا. نشم هوا اكتر من كده؟ يا سلام، بقى معقول حد يسيب القعده الظريفه دي الفله الحلوه القشطه دي وينزل عم شريف؟ الفله الحلوه القشطه دي، انا بحج من الفله والحلوه والقشطه دي اللي انت بتقول عليها. انا شخصيا متهيألي لو كان عندي حته نظيفه زي دي فيها شويه خضره وشويه هوا زي دول لا يمكن انزل ابدا. ولا يا عم محمود؟ فعلا طبعا انتوا عندكم حق، اصلكم مش عايشين معايا هنا. بقول لكم ايه، انا هقترح عليكم اقتراح ظريف، ما تيجوا تبدلوني. اوي اوي، اهو ده اقتراح حلو. انا يا سيدي مستعد اجي اقعد في البيت ده. بلاش في البيت، في البلكونه دي بس، وانت روح بدالي في البنسيون يا سيدي. ايه ده؟ انت ساكن في بنسيون يا كرم؟
هو الاستاذ مش معانا ولا ايه؟ ساكن ايه؟ ما لو كان على السكن كانت اتحلت، انما ده مش ساكن، ده البانسيون ده انا يا دوب بنام فيه. طب ليه؟ ليه مش قاعد مع الاسره؟ اسره؟ اصل انا لمؤاخذه يعني يا عم محمود لسه ما كونتش اسره، وبالتالي فانا كل الناس هم اسرتي، مش كل الناس، لا ناس اصحابي بس هم اللي اسرتي. يا سلام. طب وماله يا سيدي؟ مش انا ومحمود اصحابك؟ خلاص اعتبرنا احنا اسرتك، اعتبرني زي والدك ومحمود زي والدتك. مين؟ أنا كرم. كرم؟ كرم ازيك يا أمي؟ ابني حبيبي، ازيك أنت يا دناي؟ ازيك؟ تعال. معلش يا ابني، الدنيا ضلمة، ما أنت عارف إن أنا فقدت نور عيني وما بشوفش كويس. اهو اي حد من الجيران بيولعولي اللمبه وبيقعدوا معايا شويه وبيقضوا لي الحاجه. معاك كبريت؟ كبريت ايه؟ ما انت بتشرب سجاير، لازم معاك كبريت ولا ولاع. نور اللمبه يا حبيبي، نورها عشان تشوفني. اقعد اقعد يا دناي. قرب هنا جنبي. الله، مالك يا كرم؟ ده انت خاسس يا ابني، كنت عيان بحت الشر ولا حاجه؟ لا لا ابدا، ما فيش حاجه. لازم بتسهر كتير، قلت لك بطل السهر كتير ده، حرام تمقق عينيك وانت لسه صغير وتلاقيك لسه ما اكلتش. اما اقوم اجيب لك لقمه تاكلها. لا 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 استني، ما تتعبيش نفسك، اقعدي انت استريحي. انا اصلي انا جايب اكل معايا. اكلك معاك بقى كده يا كرم؟ لا ما انا مش جايبهولي، انا جايبهولك انت، يعني جايبلك شويه كباب. كباب؟ هو يعني الكباب ده احسن من الفريك بتاع امك؟ الله، وبعدين بقى ما احنا هناكل كله، هناكل الكباب والفريك وكل حاجه موجوده. انت اصلك وحشاني قوي ونفسي اكل معاكي، بقى لي زمان قوي قوي ما اكلتش معاكي. تعالي يا ام. قولي الاول انت عامل ايه؟ يا ريتك جيت من بدري. معلش انا جيت صحتك من النوم. صحتني؟ ده انت فرحت قلبي. يا ريتك جيت من بدري عشان الجيران يشوفوك ويعرفوا انك بتطل عليا. دي زينب نفسها تشوفك. زينب نفسها تشوفك، كل يوم تسالني عنك، بنت اصيله، ما انتوا متربيين سوا. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 6:12 التلت. ياه، زمان دلوقتي في سابع نومة. الناس هنا بتنام بدري، بعد العيشة تلاقي الدنيا هس. انت اتأخرت كده ليه؟ ما هو أصلا أنا كنت في الشغل. شغل؟ لغاية دلوقتي؟ ما أنا عندي وردية ليل. يا ابني يا كبدي يا ابني، الناس تبقى نايمة وانت شغال؟ معلش، أدام بتكافح وبتجيب لقمتك من طريق شريف يبقى خلاص، ربنا حيبارك لك في عينيك وعافيتك.
الصبح من نجمة هنادي على الجيران وكلهم هيشوفوك وهقول لهم انك كنت بايت عندي. دي زينب هتفرح قوي لما تشوف. ما تقولش همشي وتسيبني وارجع من تاني استنى لما تيجي وتخبط على الباب. معلش ياما، هي ظروف غصب عني ياما. عذراك يا ابني، احنا عارفه ان الحته مش عاجباك، لكن قول انت عامل ايه وانت وحدان يا ابني؟ لو عيت ولا بعد الشر جرالك حاجه مين هيشيل همك ويسال عليك؟ لا ما انا مش عايش لوحدي يعني. اصلا انا ساكن في مع جماعه زمايل يعني من الشغل، ساكنين جنب الشغل والشغل بعيد قوي، وبعدين بنخلص بالليل واخري، فما بتبقاش في مواصلات علشان تجيبني لغايه هنا. يا حبيبي يا ابني، كلي كلي يا ام. لا يا ابني، كل انت يا حبيبي، انت بتتعب. مش هتنامي يا بنتي؟ لا يا ماما، انا هذاكر شويه. مالك يا عزه، في حاجه يا بنتي؟ لا يا ماما مفيش. عزه، انا حاسه اليومين دول انك كده دبلانه وزي ما تكوني شايله هم. في ايه يا بنتي؟ صرحيني، ده انا امك يا عزه. انا متضايقه قوي يا ماما. من ايه يا دنايا؟ مش عارفة، أنا متضايقة لوحدي وخلاص. حد يتضايق من غير سبب يا عزة؟ طب أنا هقعد معاك. لا لا، تقعدي إيه ماما، حضرتك تروحي ترتاحي وأنا هقعد أذاكر. أحسن برضو يا دمار، لما تذاكري هترتاحي، هعمل لك شاي. لا يا ماما، أنا متشكرة أوي، مش عايزة شاي. طب يا روحي، إيه اللي يريحك؟ أقفل لك الشباك. شباك إيه؟ لا حضرتك ما تقفليش الشباك، انا هقعد شويه وبعدين يعني لما اجي انام هبقى انا اقفله. ها طيب. خد يا ام. لا يا انا شبعت. لا دي فلوس. فلوس؟ ايوه. لا يا دنايا، خلي فلوسك معاك. الله، انا معايا، ما انت بتديني، انت عازب وساكن بالاجره ووراك مصاريف. امسكي بس ما تزعلنيش، انا معايا كتير وبتصرف. وبعدين بقى مش كفايه ان انا مقصر معاكي وسايبك تعيشي هنا لوحدك؟ ما تقولش كده يا حبيبي، انا مش عايشه لوحدي، الناس الطيبين كتير، ولاد الحلال دايما بيحنوا على بعض، خصوصا زينب. يا ريت نعرف مطرحها، كنت خليت زينب توديني. لا لا لا، ما لوش لزوم، انا ان شاء الله مش هبقى اغيب عليكي. ربنا ينجيك يا ابني، ولا يخدنيش عليك ابدا، ويكفيك شر سكتك، ويبعد عنك ولاد الحرام. مع السلامة يا ماما. ايه؟
اختك نوال عايزه تتجوز ومحتاجه مصاريف والبيت وانت واحنا. انا كنت محتار، ما كنتش عارف اكلمك ازاي. الايام بتمر يا ابني وانا بحاول اقاوم. انا كل امل يا ابني اني ما احطكش في اللي انا اتحطيت فيه، الوظيفة المحدودة، التراب الميري اللي بتقتل الطموح وتضيع الكفاءات اللي جوه الإنسان. أنا هشتغل يا بابا وأسيب الجامعة. لا لا يا محمود، اوعى تسيبها، اوعى تسيبها. ده أنا أبيع نفسي ولا إنك تسيب الكلية؟ دي الجامعة يا محمود، الجامعة اللي كان نفسي أدخلها ودخلتك أنت بدالي. خلاص يا بابا أشتغل وأحاول انتساب. برضو لا، اوعى تقول كده أبدا. عم سند، نعم يا بيه. بابا فين؟ في اوضته نام. ايوه، اصله كان تعبان قوي، اول ما وصل دخل نام. ما سالش عليا؟ لا ايوه، اصله كان مجهد قوي. مجهد؟ ايوه، وانا كمان مجهد. الظاهر كلنا مجهدين يا عم سند. روح روح لاولادك، انت كمان باين عليك مجهد. تصبحي على خير يا ماما. استاذ شريف. اه يا عم سند، اقدر اتكلم معاك ولا مشغول؟ في ايه؟ اصل زهران بيه قبل ما ينزل بلغك رساله. يا سلام، رساله يعني خلاص ما عندوش وقت يتكلم معايا؟ رساله ايه يا سيدي؟ بيقولك ما فصلتش البدله دي. بدله ايه؟ حته القماشه اللي سايبها لك. قول له مش عاوزها. ليه بس؟ قول له مش هيفصلها. انت لسه زعلان من بابا؟ وبعدين معاك يا عم سند، قلت لك قول له مش عاوز قماش، مش عاوز اي حاجه. ايوه بس لكن حضرتك. وبعدين معاك يا عم سند، اسمع، انا بعد كده مش عاوزك تبلغني اي رسائل، مفهوم؟ حاضر. الو، ايوه، تليفون عشانك يا استاذ شريف. من مين؟ من شريف فهان. ماما؟ قولها مش موجود. الو، انا اسف يا ست هاني، الاستاذ شريف مش موجود.
الخير يا محمود. صباح الخير. انت كنت فين؟ كنت فين امبارح؟ ما انا كنت معاكي طول النهار. لا بالليل. كنت عند شريف طول الليل يا محمود. انا طول الليل واقفه في الشباك ومستنياك، ما مش شفتكش خالص. ما انا رجعت بالليل برضه بس متاخر قوي، ما لحقتش اشوفك قبل ما تنامي. انا اسف عز. اصل انا كنت قلقانه مش عارفه ليه. مش انت لوحدك عز، انا الاوتوبيس جه يلا عشان تركبي. طب وانت؟ لا معلش انا ورايا مشوار وبعدين هاجي الكليه. مشوار فين؟ بعدين هقول لك عز يلا دلوقتي عشان تركبي. يا محمود في ايه؟ قلت لك لما نتقابل هنتكلم. يلا دلوقتي عز. حد هنا ولا ايه؟ خش سلم. مين؟ ده عبد الحميد ومامته. عبد الحميد عريسك؟ خير؟ جايين يزورونا. زيارة وبس ولا في حاجة؟ يعني حاجة زي ايه يعني؟ يكون لقى شقة مثلا. من بقك لباب السما. لا يا سيدي، زيارة وبس. اهلا وسهلا. ده بابا وماما جوه معاهم، ما تدخل تسلم عليهم. لا معلش يا نوال، اصل انا لسه جاي من مشوار تعبان ولسه ورايا مشاوير تانية كتير. طيب احضر لك الغدا وبعدين تدخل تسلم عليهم، اصل هما كانوا بيسالوا عليك. هما جايين من امتى؟ يعني يجي نص ساعه كده. يبقى لسه بدري على ما يتكلموا بقى في العفش والمنجد والقطن والصيني والاصلاح الوظيفي، اكون انا ارتحت شويه. معلش يا نوال. افندم طالب في الجامعة و... أيوة. أنا الحقيقة بدور على شغل. هنا في المحل؟ أيوة. أصلا الحقيقة ظروفي ما تسمحش، يعني قصدي أنا ممكن أشتغل الصبح مثلا أو بعد الظهر حسب الظروف اللي تحددها سيادتك. أهلا بالقمر. ازيك يا بابا؟ اوف. ايه يا دنايا مالك متعفره كده ليه؟ من الحرب يا ماما. حرب ايه يا بنتي كفنطشار؟ الحرب اللي بحاربها كل يوم. تقعديش في بالك. حاسبي يا عزه. ايه حاسبي يا دنايا؟ ما تفتحيش الشباك وانت عرقانه. يوم حاسه باجهاد عايزه هوا هتخنق. طب يا بنتي مش لما تغيري هدومك وحضري تتغدي؟ لا انا عايزه افرد ظهري شويه اصل تعبانه قوي.
عايزه اخد نفس جامد. طب افرجي، خدي خدي نفس زي ما انت عايزه عشان تسمعي المفاجأة. مفاجأة ايه؟ خير. خير؟ ده الخير والسعادة والهنا كله. عريسي عزه